واجبة. وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركه، واستدل على وجوب صلاة الجماعة بأدلة عديدة. أولها ربنا عز وجل يقول في سورة القلم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. السجود هنا يعني الصلاة، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ثم قال الله: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الدعوة إلى السجود حي على الصلاة بالآذان يعني. وربنا يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. مما يدل على الوجوب أيضا أيها الإخوة في سورة النساء صلاة الخوف عند تلاحم الأعداء وعند تساقط الرؤوس وعند الاختتال والدماء تسيل. رب العالمين لم يسقط صلاة الجماعة عن المقاتلين: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم فليصلوا، لم يصلوا فليصلوا معك إلى آخر الآيات. إجاب الاستدلال: إذا كان في حال الحرب رب العالمين لم يسقط الجماعة عن المقاتلين فكيف يسقطها عمن هو سالم آمن؟ هذا استدلال. ثالثا أنه أسقط عن المقاتلين استقبال القبلة، أسقط عنهم الصلاة في النعل، الصلاة بدون طهارة بالتيمم، الصلاة في النعل، الحركة سلاح يضع السلاح يرفع السلاح. إذا أعطاهم رخصة عديدة إلا أن يصلوا في جماعة. وحديث ابن أم مكتوم الأعمى قال صلى الله عليه وسلم له: أتسمع الأذان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا ليست لك رخصة في ترك الجماعة. وحديث آخر: هممت أن آمر رجلا أن يجمع حطبا فليقف فليؤذن بالصلاة، ثم هممت أن أذهب إلى أناس في تخلفوا عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. هل التحريق للبيوت يكون على أمر ليس بواجب؟ مستحيل. النبي يقول: هممت أن أحرق عليهم بيوتهم. ما الذي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق البيوت؟ قال بعض أهل العلم: النساء والأطفال وأهل الأعذار. فكل هذه استدلالات أخي في الله تبين أن صلاة الجماعة واجبة وأن تاركها يأثم. وعندنا أدلة كثيرة المجال لا يتسع لذكرها، ذكرها شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في أدلة وجوب الجماعة، وكذا ذكرها بعض علمائنا. فالحقيقة القول بالوجوب هو الأرجح، والله أعلم. جزاكم الله خيرا دكتور أسامة سليمان. ولكن البعض يقول: يعني أنا ببا مشغول، أنا عندي عمل، أنا وقتي يعني أسافر كثيرا ولا أستطيع أن أصلي في المسجد، ويعني إلا نادرا قليلا، ماذا نقول له؟ أخي أحمد، هناك باب في الفقه يسمى باب صلاة أهل الأعذار. وأهل الأعذار انقسموا عند الفقهاء إلى ثلاثة: مسافر ومريض ومسجون ورجل عنده سلسبول ومستحاضة. هؤلاء لهم أعذار. وخائف الذي له عذر، هذا المطر الشديد، الذي لا يستطيع كذا، هذا له عذر. أما وهو سالم ليس عنده عذر وليس مريض وإنما يسمع النداء والمسجد بجواره، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، نسأل الله الهداية. فهذا يعني. ولماذا أنشئت المساجد؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. كما تعظم وقت عملك وقت طعامك وقت لابد أن تعظم أوقات الصلوات، لابد. ولذلك ابن مسعود يقول: كنا نعد من تخلف عن صلاة الجماعة منافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل يؤتى به يتهادى بين الصفوف من مرضه، يعني يحمله رجلان حتى يقبل على صلاة الجماعة. ولذا يوم أهدرت الأمة صلاة الجماعة في مساجدها كما ترى الآن، وزير بريطانيا وزير أعتقد رئيس وزراء بريطانيا سئل: متى ينتصر المسلمون على أعدائهم؟ قال: يوم أن يكون في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة، لأنك في الفجر تجد قلة والباقي نائم
أمة نائمة، أمة لا تعظم شعائر ربها. إلا من رحم كان صلى الله عليه وسلم يحدث أمنا عائشة تقول يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. صلى الله عليه وسلم. كأنه لا يعرفنا ولا يعرف، تعظيم لشعائر الله تبارك وتعالى. فهنا أقول يا إخواني الأفاضل، الصلاة من الحفاظ عليها أداؤها في أوقاتها في جماعة، في جماعة مع الجماعة، أما أن تصلي بمفردك. ربما يقول قائل طب صلاة الفرد الجماعة تسبق صلاة الفرد ب27 درجة أو ب25 درجة. أقول لك الفرد هنا الذي يصلي وله يعني عذر يأخذ أجر الجماعة، والذي حبسه العذر، حبسه المرض، حبسه المرض يأخذ أجر الجماعة كاملا. لكن الذي يصلي من مفرده لعدم سماعه النداء، لمشقة الذهاب إلى المسجد، لعدم وجود مسجد مجاور له، أو لعلة أو لعلم أو نعم. في صحراء هنا، إنما أنت آمن في بيتك تسمع النداء ولا عذر لك في التخلف عن الجماعة، لما تتخلف؟ لما تتخلف؟ الرجال صلاتهم في المساجد، والنساء لها أن تصلي في المسجد وصلاتها في قعر بيتها أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم. صلى الله فأقول عليه وسلم. يا إخواني تعظيم الشعائر، للأسف الشديد يا شيخ أحمد نصر حفظك الله، الله يحفظك، المساجد عندنا كثيرة جدا. أنا كنت في نيجيريا كما تعلم منذ يومين أو ثلاث، المساجد هناك مساجد يعني متواضعة جدا 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 لحد جدا دي إلى آخر المطاف، خلي بال حضرتك. والكنائس أكثر منها بكثير، رغم أن عدد مسلمي في نيجيريا 85% من سكان نيجيريا مسلمين، مش مساجد. لكن عندنا في مصر كله أقل من كيلومتر مسجد، ومسجد على إيه؟ ما شاء الله منفق عليه أموال طائلة. لكن انظر إلى الجماعة، إلى الظهر، إلى العصر، المغرب، العشاء، كم عدد المصلين؟ أنا لاحظت ذلك جيد. مساجد يا عم الشيخ مكلفة 2 مليون جنيه، مش فيها خمسة، ثلاثة، اثنين. صلى الله الهداية. الفجر المؤذن فقط هو الذي يصلي بمفرده، والمسلمون نائمون ويريدون التمكين في الأرض والعز. نعم. نسأل الله العفو والعافية. كريم، أسأل الله عز وجل الهداية لنا جميعا، وأن يحفظكم وأن يرضى عنا، وأن يحبب إلينا الصلاة في جماعة. اللهم أمين يا رب العالمين. سائل يسأل ويقول يريد سلامة الصدر، يعني يقول كيف يسلم صدري في هذه الأيام التي نعيشها؟ هذا السؤال مهم، لأن سلامة الصدر لها أثر على الجوارح. وسلامة الصدر. طب قبل أن نواصل الجواب نأخذ الحجة أم مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. أهلا بحضرتك، ممكن أسأل الشيخ سؤال؟ تفضلي يا أختنا. نعم. كنت عايز اسال الشيخ على لو باخد لو برشام اللي هو بتاع منع الحمل، يعني الدكتوره قالت لي بينزل الدم كل اسبوع بيبقى استحاضه، بس صفه الدم اللي نازله مش دم استحاضه، ينفع وانا باخد البرشام ده تبقى الحيض بتيجي كل اسبوع، ولا هو يبقى فعلا استحاضه عشان كده دي مده قليله؟ نعم. حاضر حاضر يا ام مصطفى. ولو سمحت كمان من شيء اعرف افرق بين صفه يعني دم الاستحاضه من صفه دم الحيض. صفه دم الاستحاضه لازم يبقى دم زي الدم بتاع جرح احمر سائل كده، ولا ممكن يبقى نفس دم الحيض ممكن يبقى اسود او قدره؟ حاضر. شكرا. نعم. يجيبك فضيله الشيخ اسامه. حاضر، جزاكم الله خيرا. نواصل حديث حضرتك حول اجابتكم عن سلامه الصدر. الحقيقه اخي احمد، سلامه الصدر عليها قبول الأعمال، حيث الله تبارك وتعالى قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فسلامة الصدر تعني أن القلب يحب الخير للناس، ويسلم القلب من أمراضه. أمراض القلوب أخطر من أمراض الأبدان، أمراض القلوب. وسلامة الصدر لها أثر على الجوارح كما قلت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحد الصحابة وقال فيه يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، ما ميز عن كثير منهم بصلاة ولا صيام، إنما فضلهم بسلامة صدره، غير أني أبيت ليس في صدري شيء لمسلم. نعم، هذا الرجل الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. وابن عبد الله بن عمرو يقول أنا
رافقت الرجل لانظر في عمله. نعم. ما يعمل يعني ماذا الذي ما الذي تقدم به على كثير من الصحابه، فلم يجد كثير صلاه ولا صيام، ولا انما وجد سلامه الصدر. فسلامه الصدر هي خلو الصدر من الحقاد والاحساد وتمني زوال النعمه للاخرين. وانما لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، كما قال عليه الصلاه والسلام. ولذلك يا اخواني يابد ان دائما وابدا نسال الله ان يسلم صدورنا، يعني قلوبنا، من امراض الفتاكه القاتله المهلكه. اللهم امين. استاذ حنان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا. لو سمحت انا عايز، اهلا بك يا فندم. لو سمحت عايز اسال بس فضيله الشيخ، هل لما حد يسالني عن ان النصر قادم وانا ارد واقول طول ما احنا بعاد عن المنهج فالنصر؟ نعم، البعد عن المنهج اي البعد عن الدين، عن الكتاب والسنه. نعم، وصل كلامك يا استاذه حنان. اسال الله عز وجل لنا ولك ولجميع المسلمين الهدايه والتمكين. اللهم امين يا رب العالمين. الاستاذه ام مصطفى برشام منع الحمل. نعم. وتريد ان تعرف هل الحيض كل يعني ياتي كل اسبوع ولا ده دم استحاضه؟ 100% استحاضه، لان الحيض يستحيل ان ياتي في كل اسبوع. مستحيل، 15 يوما كما قال الفقهاء، نصف الشهر يعني. لأن الحيض يعني له عادة دورية شهرية أو أقل من الشهر، أو قد يقل إلى أن يصل إلى 15 يوما كما قال الفقهاء، إنما كل 17 يوم. ولذلك قد تحيض المرأة في الشهر 3 مرات في الشهر الواحد، وهذا فتوى إمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاءت امرأة وادعت أنها حاضت 3 مرات في أول الشهر، أقله يوم واحد بس تحيض يوما، ثم في وسط الشهر تحيض مرة أخرى، ثم في آخر تحيض، يعني 15 يوما نصف عمرها تحيض، فتسقط عنها الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأخت أم مصطفى، عادتك الشهرية قبل الحبوب ماذا كانت؟ هذه هي العادة الشهرية التي تمكثيها، ثم ما زاد على ذلك استعدام استحاضة ودم الحيض كما اختبرت. يعني تنظر فضيلة الشيخ أسامة عادتها قبل ذلك، وقبل أن تأخذ هذا البرشام. أي نعم، تمام. فما زاد عن هذه العادة استحاضة. هو استحاضة. نعم. هذا دم، لأن دم الحيض دم فاسد يخرج برتابة دورية شهرية، إلا في حال اضطراب الدورة، وهذا يرجع فيه المتخصصين من الأطباء لا شك في ذلك. ودم الحيض كما تفضلتي له صفات، لونه ورائحته، ويصاحبه اضطرابات في البطن عند المرأة، هذا هو دم الحيض. أما دم الاستحاضة فهو دم أحمر كما تفضلتي، ليس له يعني ما يميزه عن الدم الذي ينزل من الجسد، دم نزيف، دم عرق. فعند ذلك أقول طالما أنك كانت لك عادة شهرية تعرفينها، فانتظري مدة هذه العادة، وما زاد كما في الحديث فهو دم استحاضة. يعني فيما يبدو ان مصطفى تقول كل اسبوع، صعبه جدا تحيضها في كل اسبوع. لها سؤال اخر، وهو يعني صفه دم الحيض من دم الاستفاضه، الاستحاضه. نعم. نعم الاستحاضه. بص يا اخي احمد، دم الحيض يعرف بلونه القاتم، يميل الى السواد، الى الكدره، يصاحبه الام كما قلت في بطن المراه، له صفه دوريه، ينزل صفه دوريه معروفه عند المراه، وهذا الدم هو الذي يمنع الصلاة ويمنع الصيام ويمنع قراءة القرآن ومس المصحف والطواف بالبيت إلى غير ذلك، ويمنع الطلاق. لو تطلق المرأة وهي حائض، وإذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، يسألك عن المحيض يقول هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض. لكن المرأة كانت تستحيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دم الاستحاضة، فلا يمنعها ذلك من الصيام ولا من الصلاة، ولها أحكام خاصة والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الأخت حنان تقول عندما تسأل عن النصر، إن النصر قادم، تقول كيف ننصر ونحن بعيدون عن المنهج، أي عن الكتاب والسنة؟ الحقيقة الأخت حنان أجابت إجابة يعني رغم قلتها في العبارة، إلا أنها هي الأصل في قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم. فحينما ننصر الله عز وجل بالمحافظة على شعائره وامتثال لأوامره
باجتناب محارمه، بالامتثال للسنة وترك البدعة، بالتوحيد الذي هو مفتاح التمكين في الأرض، عند ذلك ربنا يمكنه سبحانه وتعالى. فالنصر القادم، النصر له ثمن وله مقومات وله أسباب. إن تنصروا الله ينصركم، ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا لا شك ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالنصر في القرآن والسنة له أسباب تؤدي إليه، إن تخلفت الأسباب لن يأتي النصر، لن يتأتى النصر. الله أعلم. جزيتم الجنة فضيلة الشيخ أسامة سليمان. أخ يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، أمي توفيت وقبل أن تموت بدقائق كانت تنوي عمل عمرة وكان وجهها مستنيرا، فهل هذا من حسن الخاتمة؟ وهو يقول: وحلمت بها بتقول لي أنا كويسة بس محتاجة شوية محاليل. هذا يشير إلى أن الأم في نعيم إن شاء الله تعالى، لكن تحتاج إلى دعاء وصدقة جارية وإلى بعض الصدقات الجارية عليها من الأحياء. يعني انظر إلى أن الأم تقول: أنا بخير ولكن أحتاج إلى محاليل. الحاجة دي معناها أنها تحتاج إلى عمل صدقة جارية، أعمال صالحة، ودعاء من أبنائها واستغفار لها وزيارته في قبرها إلى غير ذلك. وموتتها على هذه النية الطيبة، على أن تقوم بأداء عمرة لله عز وجل، إن شاء الله تثاب عليها بإذن الله تعالى، لأن الموت هو الذي منعها من أداء العمرة. وتيسير العبد للعمل الصالح وقبضه عليه من حسن الخاتمة لا شك في ذلك. إذا أحب الله عبدا يسره للعمل الصالح وقبضه عليه. فكونها تتهيأ لأداء العمرة ولم يمكنها الموت من أدائها، رب العالمين أرحم بها وأرفق بها من كل المخلوقين، فهو سبحانه وتعالى يكتب لها الأجر كاملا إن شاء الله. فأمك على في نعيم بإذن الله تبارك وتعالى، نسأل الله ذلك. ولكنها تحتاج منكم إلى دوام البر ودوام الدعاء ودوام الاستغفار، والذين جاءوا بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه يا أخي الفاضل يعني ناقوس يدق من أمك لعدم انقطاع أعمالكم عنها بعد موتها. وبعض الناس يظنون أن بر الوالدين ينتهي بموتهما، بل بالعكس، تبدأ رحلة البر بعد الوفاة، بعد صحيح. وفاة الوالدين صحيح. ومن أبر البر بر يعني الصديق أو من كان يحب أبوه ومن كانت تحب أمه. كان بعض الصالحين يا أخي أحمد يكتب أسماء إخوانه في الله، وفي كل ليلة يقوم ويذكرهم كل واحد باسمه ويدعو له الله عز وجل من الأحياء والأموات، يذكر إخوانه: أخي أحمد، أخي فلان. فنام ليلة ولم يدعو له، فجاءه في منامه يقول له: لما أطفأت مصابيحك الليلة؟ يا الله، لما أطفأت مصابيحك الليلة؟ أي أنك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب يوكل الله بك ملكا يقول ولك مثل كما هو. الدعاء بظهر الغيب، وهذا يترجم الصدق في المحبة، أن تدعو لأخيك بظهر الغيب دون أن يراك، وترجم أيضا محبتك له. نعم، نأخذ الحاجة عائشة، وربما نحتاج إلى أن نعود إلى مثل هذا الكلام، لأننا في أمس الحاجة إلى يعني أن ندعو لأهلنا، لآبائنا وأمهاتنا وأصحاب الفضل علينا. نعم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. الحاجة عائشة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي فضيلتك يا شيخ أحمد؟ الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حضرتك امبارح وأنا بصلي العشاء كنت بصلي، وفجأة مرة واحدة لقيت نفسي سرحت في موضوع جامد في الركعة الثانية، وبعدين صليت السهو ركعتين سهو. هل كده صلاتي صحيحة؟ طب أنت السرحان ده ترتب عليه أخطاء في الصلاة يا حاجة عائشة؟ ايوه شرحت يعني في موضوع كده مع نفسي وقعدت شرحت فيه جامد، وبعدين يعني تذكرت جامد ان انا كنت بصلي، وبعدين رحت صليت ركعتين سهو. لا انا سؤالي يا حاجه عائشه، انت لما سرحتي لما شردتي في الصلاه ترتب على هذا الشرود والسرحان خطا حدث منك في الصلاه؟ لا 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 لا. تمام. لا لا. الحمد لله. لا لا. طيب. والسؤال الثاني حضرتك سجدتي بعدها سهو، السؤال الثاني. ايوه السؤال الثاني حضرتك، جاريتي متوفت اول امبارح، طبعا انا نزلت كده قلت لهم حرام ما تشوطوش ما تعملوش كده، لان دلوقتي الملائكه حاضره وحرام والكلام ده، وقفلت عليها الحجره وولعت لها القران وطلعنا انصرفنا كلنا بره. في اللحظه دي
ساعة ما ولعت عليها القرآن واتصرفنا كلنا بره، هل في اللحظة دي بيتحاسب بقى الإنسان من اللحظة دي، ولا لما ولا هو في القبر بيتحاسب وبعدين بيسمع القرآن، ولا هو بيبقى في ملكوت تاني مع ربنا سبحانه وتعالى؟ وجزاكم الله خيرا. أم في قبره حاضر يحاسب، حاضر. جزاكم الله خيرا. وإياك يا حاجة عائشة، الله يرضى عنا وعنك، حاضر، ربنا يرحمنا ويغفر لنا جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. إذن ما أحوجنا إلى أن نصل آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الفضل علينا، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو عمل صالح، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نجيب سؤال الحجة عائشة، أمس عند صلاة العشاء حدث لها في الركعة الثانية يعني نوع من السرحان، فما كان لها إلا أنها سجدت للسهو بعد ذلك، فهل هذا صحيح؟ غير صحيح، لأن السهو ليس من حالات سجود السهو، سببها أن تسرح في الصلاة، لا، أن تتركي واجبا، أن تتركي ركنا ثم تأتي به، يعني يؤثر ذلك السرحان على واجبات الصلاة أو على مستحبات الصلاة القولية أو الفعلية كما ذكر أهل العلم. طالما أنك لم يترتب على ذلك السرحان إهدار بعض أو إهدار بعض الواجبات أو ترك الأركان التي لابد منها، إنما أتيت بالصلاة كاملة الأركان والواجبات، الخشوع هو روح الصلاة، فيجب عليك أن تتعقدي ما تقرأي عند يعني يصلي المرء ويقبل من صلاته عشرها، ربعها، خمسها، نصفها، كلها، بحسب خشوعه في الصلاة. لكن لم يذكر العلماء أن سجود السهو يشرع للسرحان في الصلاة إلا إذا ترتب على ذلك إهدار لبعض الواجبات أو السنن، والله أعلم. الله أعلم، ربنا يتقبل. إذن هي لما فعلت هذا ما كان ينبغي عليها أن تصلي أو تسجد هذا السجود للسهو. نعم لأنه لا يجبر. نعم. صلى الله عز وجل المغفرة لنا جميعا يا حاجة عائشة. السؤال الثاني الحاجة عائشة، توفيت جارة لها أول أمس، يرحمكم الله، يقول الله صبر، أول أمس، وهي نزلت جزاء الله خيرا لأهل هذه المتوفاة التي توفيت، قالت لهم يعني حرام الصراخ وحرام الصويت وكده وما شابه ذلك، ثم فعلت ما فعلته أنها يعني شغلت المذياع والقرآن وأغلقت عليها الباب. السؤال، هل يبدأ الحساب للميت في هذه اللحظة أم في قبره، أم متى يبدأ الحساب فضيل الشيخ أسامة؟ الحقيقة هنا لابد أن نذكر حديث مثل أصلب، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ما يفعله البعض عند الميت من لطم للخد وشق للجيب وعبارات تنافي الصبر وتنافي قبول القضاء والقدر، هذا أمر لا يقبله شرع ولا يقره، بل لعن الله تبارك وتعالى يغضب على الصادقة والحالقة. والحمد لله الحاجة عائشة نزلت ونصحتهم هذه النصيحة، جزاها الله خير، جزاها الله خير. نعم. أما بالنسبة للحساب، الأمر واضح بين، عند بعد خروج الروح مباشرة العبد يبشر مقعده من الجنة أو مقعده من النار، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قبل أن يدخلوا القبر تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ما تتنزل ملائكة يا شيخ أحمد، وهو يحتضر. نعم. عند احتضاره، عند خروج الروح، قبل أن تخرج الروح يرى ملائكة بيض الوجوه كأن وجوهها الشمس كما قال صلى الله عليه وسلم، والآخر يرى ملائكة سود الوجوه، عند ذلك يعلم أنه قادم إلى نعيم أم إلى عذاب، هذا وهو على لحظة الاحتضار. إن الذين قالوا تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار ألا تخافوا ولا تحزنوا قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اللهم ارزقنا. هذا هو حديث البراء بن عازب. أما ما يفهمه البعض بأن القبر هو المكان الذي يدفن فيه المرء فقط، هذا فهم قاصر. لماذا؟ لأن من يموت غريقا، من يموت في الطائرة، من يموت في الراحلة، من يموت في أرض المعركة، من يموت ويفقد، أين قبره؟ فهو ولذلك بعض الذين ينكرون عذاب القبر يستشهدون بهذا الكلام ويقولون من مات محروقا، من مات ممزقا، من مات غريقا، فأين عذاب القبر وأين نعيم القبر وهو في بطن الحوت مثلا؟ مستقر الروح، مستقر الروح، أو الروح إذا خرجت نعم
ومآلها ألمه الله سبحانه وتعالى، قد يعود الجسد إلى التراب والروح تستشرفه في أي مكان كان الجسد، فهذا هو القبر. والله على كل شيء قدير. يعني مثلا أخي أحمد، لو أن رجلا مات وأهله أبوا أن يدخلوه إلى قبره فتركوه على خشبة الغسل في البيت، هل يحاسب؟ يحاسب طبعا. فإذا القبر المفهوم، مفهوم القبر هو المكان الذي بعد خروج الروح مباشرة العبد لا شك يشعر بنعيمه أو بعذابه، يعذب أو ينعم، كما قال صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم شيخنا، يعني أحيانا الواحد عندما يحضر بعض يعني الغسل على بعض أحبابنا يجده ربما مبتسما، يعني وجهه مستنيرا على وجهه النور، هل هذه يعني من حسن الخاتمة وعلامة نستبشر بها؟ لا شك أن تبسم الميت عند بعد احتضاره أو عند احتضاره من علامات حسن الخاتمة. لماذا؟ لأنه يبشر بالجنة ويرى الملائكة تبيض الوجوه ويرى مقعده في الجنة، فعند ذلك يسعد ويسر ويموت على رضا من الله تبارك وتعالى. هذا هو حسن الخاتمة، لا شك في هذا. وذلك جاء في ترجمة بعض الصالحين أنه أقسم بالله ألا يضحك حتى يرى مقعده من الجنة أم من النار. يقول أخوه: فما زال مبتسما ضاحكا حتى وضعناه التراب. يعني بعد موته ابتسم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فإذا رضي الله عن عبد كما قلت لك وفقه للطاعة. أنا رأيت منظرا لعله عندك على اليوتيوب أو على النت، مقدمة برامج رأيتها تقدم برنامجا وهي متبرجة، نسأل الله لها المغفرة والعفو، فقالت: أيها المشاهدون الكرام، قبل أن أعلن لكم عما نشاهده بعد الفاصل سأخبركم خبرا وتتحدث. فإذا بها تقع مرة واحدة وتقدم برنامج، قلبوها وجدوها فرقت الحياة، ماتت وهي على هذه الحال. والله على هذه الحال، والله سبحان الله، لعب كرة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لعب كرة في أرض الملعب كما أرضا تشاهده أنت، يأخذ الكرة يتردد يقف يمينا يسارا ثم يترنح فيقع على الأرض، فجأة يقلبوه ويجده فارق الحياة في لحظة، الإنسان يفارق الدنيا في لحظة. سبحان الله، حسن الخاتمة. ولذلك من مات على شيء بعث عليه، من مات على شيء بعث عليه، فأن يقبضك الله على طاعة، هذا من حسن الخاتمة لا شك في هذا. من الصحابة من مات سجدا، من التابعين من مات راكعا. والله وفي زماننا، وفي زماننا نعم. أسأل الله عز وجل المغفرة لنا جميعا. نعم. يعني يقولون فلان أمس، أسأل الله أن يغفر لمن ماتوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في فندق، في فندق 12 واحد منهم 6 من مصر. أسأل الله عز وجل المغفرة لهم ولجميع موتى المسلمين. آمين. اللهم آمين. ماتوا في طاعة يعني، طبعا ماتوا وهم معتمرون طبعا. الله عز وجل. وفي بقعة، وفي بقعة طيبة ومباركة طاهرة في مدينة نعم. من استطاع أن يموت فيها فليموت، فما مات نعم. فليموت، كنت له شفيعا يوم القيامة. صلى الله المغفر لنا جميعا، فهنيئا لهم. صلى الله كفى أن يمسأتهم في البقيع يا الله. صلى الله أن يرزقنا حياة في بلد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وموتة، وموتة فيها نعم. وأن ندفن في البقيع. آمين. اللهم آمين. آمين رب العالمين. آمين. سائل يسأل ويقول: وأنا ذاهب إلى عملي وجدت جنازة في نفس طريق عملي، فنويت وأنا ماشي يعني إلى عملي أن أسير خلف هذه الجنازة، فهل هذا جائز؟ مش جائز ده، نحن عندنا مفاهيم مغلوطة، لابد أن تصحح أخي في الله. يعني هو كان خارج من البيت للعمل، فلما كان يعني منتويا السير خلف هذه الجنازة، ولكنه حينما يعني رآها رزق، حينما رآها نعم. التحق بها ففعل ما يجب عليه أن يفعله، لأن الكثير لا يتبع الجنازة إلا إذا كان يعرف صاحبها، يقول: أنا لا أعرف لماذا أصلي عليه، أنا لا أعرف لماذا أتبع جنازته. حق المسلم على المسلم 5 أو 6 في رواية، المسلم على المسلم. هل رأيت مسلما يتبع جنازة من لا أعرفه؟ كانوا قديما هكذا، إذا مات مسلم صلوا عليه ودفنوه وتبعوا جنازته. وهنا يحضرني في أمريكا، توفي أحد الهولنديين مسلم كان يقيم في هولندا، ثم جاء إلى الولاية كولورادو في أمريكا ليتلقى العلاج، ومات هناك. مات فين؟ في أمريكا، بعد أن حجز تذكرة العودة إلى بلده هولندا. كان يعمل في قطر على ما أذكر،
المهم الموقف انا احكيه لماذا ليه. طب قبل الموقف ناخذ محمد من السعوديه. السلام عليكم يا استاذ محمد. عليكم السلام. اهلا ومرحبا، تفضل اخي كريم. نعم حفظكم الله يا شيخ. يا رب يرضى عنك. ممكن عليك. بس لو سمحت، هل ممكن عندي رزقان الله باربع اولاد ولم اعمل لهم عقيقه؟ العقيقه نعم للاربع اولاد. هل يجوز ولد وثلاث بنات، هل يجوز ان انا اسمن عقيقه الولد ب 2000 والبنت ب 1000 واتبرع بمبلغهم في بناء المساجد او زواج اليتامى او المستشفيات الخيريه كده يعني؟ في عمل الخير عموما يعني. تعمل الخير عموما. حاضر الخير. حاضر ما وياك يا اخي الحبيب، واسال الله ان يبارك لك في ذريتك وفي آمين. اهلك وفي مالك، اللهم امين يا رب العالمين. حضرتك كنت ستحكي موقفا. الموقف ده مؤثر جدا. فالاخ هذا شيخ احمد في المسجد في دنفر، فدخلت الجنازه المسجد فسالت عنه، قالوا مسلم توفي في هنا وكان قد قضى عسكره العوده الى قطر يعمل بها، وهو هولندي الجنسيه، و جاء للعلاج لكن الله عز وجل شاء أن يقبضه هنا. فجاءوا بالجنازة، صلينا عليها وبعد الجمعة وتبعناها إلى قبرها ودفناها وقمنا على القبر، وقام بعضنا يبكي على أخيه المسلم دون أن يعرفه، دون أن نعرفه خالص، كل الحضور لا يعرفونه. كان له ولد كافر مشرك، لا حول ولا قوة، من زوجة أخرى قبل أن يسلم. جاء من هولندا لما عرف ان اباه قد توفاه الله عز وجل، ودخل معنا الى القبور في الولايه هناك، فرانا نبكي ورانا ندعو لوالده، ندعو بايه؟ بالحاح على القبر. ولستم اقارب له؟ فتعجب الولد وسال ماذا يفعل هؤلاء؟ هؤلاء ليسوا اقارب لابي. فقيل له هؤلاء يربطهم بابيك علاقه الاسلام، هو مسلم مات غريبا، فهم يؤدون له هذا من غسل وتكفين واتباع للجنازة. فالولد تأثر وبكى، فقلت لأحد الحضور حدثه عن الإسلام الآن، فربما يسلم لله رب العالمين من هذا الموقف، لأن هذا الموقف ترجمة حقيقية لروح الإسلام الذي يصنع الأخوة الإيمانية بين المسلم وأخيه في كل بقاع الأرض الحقيقة. ولعل أحدنا بكى أكثر مبكى على أبيه أو أخيه. لماذا؟ هذا غريب ليس له أحد، فهذه مشاعر تملكت الحضور، ليس له احد على الاطلاق، انما له الله اولا ثم اخوانه من المسلمين. هل اسلم هذا الشاب؟ اعتقد، لانني دفعت عليه احد الاخوه الذين حدثوه عن عظمه الاسلام. اظن ان الغرب او الغربيون من السهل يعني الحديث اليهم ويدخلون في الاسلام اسهل من كثيرين من اهل الشرق. انا اقول لك دلوقتي يقول لماذا يبكي هؤلاء؟ لماذا يدعو هؤلاء؟ لماذا يقف هؤلاء على ابي؟ ما العلاقه التي تربطهم بابي؟ فقيل له الاسلام. نعم. أي دين هذا الذي يجعل الأخوة الإيمانية نعم. هي الرابط بين الناس؟ نعم لا بد أن يؤثر. أخونا رجب، أسأل الله عز وجل أن يحفظك أخي رجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أي البلاد أستاذ رجب؟ من ليبيا. أهلا ومرحبا، تفضل حبيبي. نعم تفضل. نبي نسأل عن الصور التي تعلق بالبيوت عليها آيات من القرآن الكريم، سورة الإخلاص مثلا أو سورة قل أعوذ برب الفلق أو ياسين، ما حكمها؟ حاضر حاضر يا أستاذ رجب، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أخونا الحبيب الأستاذ محمد من السعودية سأل سؤالا، عنده ما شاء الله ولد وثلاث بنات ولم يعق عن أحدهم، فهل يجوز أن يخرج عن الولد مثلا 2000 جنيه وعن كل بنت 1000 جنيه ويتبرع بهذه الأموال في الأعمال الصالحة أيا كانت؟ الواقع أخي محمد بارك الله فيك، العقيقة نسك، الغرض منها إراقة الدماء، لا يصلح أن تتصدق بثمنها، لأن الأضحية والعقيقة ودم الهدي يبقى عليه الذبح طبعا. هذا ذبح، تذبح عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة واحدة، ولا يجوز التشريك في العقيقة. لابد أن أقولها، إيه معنى التشريك؟ كما قال الشيخ ابن عثيمين، التشريك يعني عليك مثلا 4 عقيقات ثمنهم 10,000 جنيه، اجيب بقى بعير واحد ب 10,000 جنيه. مش هو في لو قسنا ذلك على الاضحيه ان الابل او البقر اعزك الله 7 تمام عليه 7 آه. فيجوز ان يقسم هذا؟ لا يجوز قياسا على هذا. لا يجوز قياس. لماذا؟ لان كل مولود مرهون بعقيقته، حديث يقول كل مولود مرهون بعقيقته. قال الشيخ ابن عثيمين
أي أنه لا يجوز التشريك في العقيق، إنما لابد أن تكون خالصة للمولود رقبة برقبة، كل رقبة تقابلها رقبة، حتى إن ذبحت بعيرا يجزي عن واحد، حتى إن ذبحت بعيرا يجزي عن واحد. الأنثى شاة والذكر شاتان، كل مولود مرهون بعقيقته كما قال صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فالتشريك فيها لا يجوز. عند الفعل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة واحدة لسيدنا الحسن وشاة لسيدنا الحسين. لماذا شيخ أحمد؟ إن ذبح المكلف واحدة صلى الله عليه وسلم بقدر استطاعته، إنما السنة أن يذبح عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة. نعم. إنما أنا لا أملك إلا شاة واحدة أفعل. ولذلك قالوا في قواعد الفقهية وما استطعت فعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور، يقابل الحديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. جزاكم الله خيرا. أخونا الأستاذ رجب من ليبيا يسأل عن حكم الصور التي تعلق، صور قرآنية المعوذات وسورة الإخلاص وآيات الكرسي وآيات الكرسي وما شابه ذلك في البيوت على الجدران، ما حكم ذلك؟ ذكر الإمام النووي في كتاب التبيان في أدب حملة القرآن أنه يكره تعليق آيات القرآن الكريم على الحوائط، لأن القرآن ما نزل ليعلق على الحوائط، ما نزل ليعظم وليتلى وليكون منهج حياة، إنما أن تضعه على الحائط هذا عرضة للامتهان، عرضة للاستخفاف به إلى غير ذلك. فأقول الإمام النووي ذكر في كتاب التبيان أنه يكره أن تعلق الآيات القرآن، يكره لكنه ليس بمحرم. نعم، لأن البعض ربما يقولون أنا لا أريد الإهانة، أنا أريد التعظيم. هو لا يريد، لكن قد تهم بدون إرادته، قد تحرف بدون إرادته، تحرف حرف ينزل من أي سطر منها، سبحان الله. ولك ولعلك تلاحظ أخي أحمد، تفضل يا شيخي، في السيارة نصف نقل يكتب عليها بسم الله ما جاء. أسأل حضرتك إخواننا يعني أصحاب محلات العصير سيارات كذا، يعني يكتبون بعض الآيات وليست يعني ليست هذا محلها، ليست محلها، ربما يكتب جزءا من الآية شرابا طهورا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ربهم شرابا طهورا على اللافتة، والحلاق يكتب إيه كل شيء فصلناه تفصيلا، الترجي سبحان الله الترجي يكتب كل شيء فصلناه تفصيلا. إخواننا بتوع الانتخابات يعني طبعا بسم الله مجريها مرساها، كل واحد والسماء رفع وضع الميزان. نعم. يذكر الآلة تناسب هذا لا يجوز طبعا. هذا يعني انزال القرآن على غير موضعه واستخدام الآيات في غير موضعها أخي الفاضل، فلا بد أن نعظم القرآن، لا بد أن نعظم القرآن وهو كلام الله عز وجل. أستأذن فضيلتكم في فاصل مشاهدينا الكرام، معنا فاصل وسنعود إليكم بإذن الله بعد قليل. الحقيقة شوف القاعدة تقول كل شيء له استخدامان، استخدام حلال وآخر حرام، فالاسم على المستخدم. بمعنى كبريت، هل يجوز أن تباع الكبريت؟ الجواب نعم، لكن المستخدم قد يوقد به سيجارة وقد يوقد به المتجاز أو البخور. الكبريت مكنة حلاقة، قد يحلق به شعر العانة ويحلق به اللحية إلى غير ذلك. فإذا كان هناك أكثر من استخدام للشيء الاسم على المستخدم وليس على البائع. الظاهر أن هذه العباءة ستخرج بها إلى الطرقات. لسه أقوله لسه أكمل. إذا تيقنت بلا شك أنه سيستخدم في الحرام فلا يجوز أن تبيعه، إذا تيقنت. أما إذا كان ممكن أن تلبسه للزوج، ممكن أن ومستور الحال لا أو تسر. تحت ملحفة أو تحت ملحفة أو عباءة أو كذا أخرى أو كذا. لا يجوز لك. إذا جاءك رجل يطلب سلعة لا استخدام حرام وحلال تقول له في أي شيء ستستخدمها؟ الكبريت ستستخدمه في أي شيء؟ لا يجوز لك، مستور الحال. الأصل في السلعة الحل، بيعها إلا إذا من البيوع المنهي عنها في الشرع بيع السلاح في وقت الفتنة، بيع العنب لمن اتخذه خمرة، خلنا اللي بيعوا صواريخ طبعا، بيع العنب لمن اتخذه خمرة، بيع السلاح لمن يقتل به. عند ذلك تيقنت يقينا جازما أن المستخدم المستهلك سيستخدمه في الحرام فلا يجوز لك في هذه الحالة
لأن القائلة تقول كل ما سعى على الحرام حرام. ربما يقول قائل أنا أبيع أو يعني أبتاع هذه المساحيق وهذه المكياجات لامرأة منتقبة مثلا، فهو يعلم من حالها أنها ستجعلها لزوجها في بيتها. وقد تكون متبرجة تستخدمها لزوجها أيضا. المتبرجة شرط فيها أن تستخدمها لغير زوجها، قد تستخدمها لزوجها وتستخدمها لغير زوجها. وهل سيسأل هيسأل كل الزبون يبيعها يبيعها مباشرة ولا يسأل؟ لأن استخدام العطر مثلا عند النساء يمكن أن تتعطر لزوجها ويمكن أن تتعطر لأجنبي في الطريق العام. الإثم على المستخدم وليس على البائع. أقول مرة أخرى، طب عشان أنا الموضوع محتاج معايا تفاصيل أخرى بس بعد هذا الاتصال. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. لو سمحت بإذنك يا دكتور الشيخ سؤالين ممكن؟ نعم تفضلي. نعم. ألو. أيوه تفضلي. لو سمحت أول سؤال، في واحدة أعرفها يعني جوزها اتجوز عليها، هو الحقيقة ما يعني أنا سمعت فتوى بتقول إن هي مش محققة تطلب الطلاق طالما لأن ده شرع ربنا، لكن هي مش راضية تعيش كده، فهل هي حرام عليها لو طلبت الطلاق؟ ده أول سؤال. نعم. تاني سؤال بعد إذنك، هل من حقها طلب الطلاق يا أستاذة؟ أنت تسألتي؟ نعم. يعني حضرتك تسألين هذه الزوجة التي تزوج عليها زوجها، هل حرام عليها إنها تطلب الطلاق؟ تمام. وهل حرام هي لسه مش عارفين اذا كان هيعدل بينهم ولا لا عشان يبقى بس بصراحه. تمام. السؤال الثاني، لكن هي حرام عليها انها تطلب الطلاق من قبل ما تجرب حتى؟ هل حرام عليها انها ترفض الوضع ده؟ حاضر. السؤال الثاني. السؤال الثاني بعد اذنك، انا كنت بسال لو شغل ما فيهوش اختلاط مباشر، لكن يعني مثلا في غرفه فيها سيدات بالصدفه، دي حاجه مش مرتبه يعني، وغرفه فيها رجال اعمال اداريه يعني الشغل اللي انا فيه كده، فهل ده اسمه اختلاط؟ ساعات يحصل ان احنا نودي ورقه ونجيب ورقه لكن ما احناش قاعدين مع بعض طول النهار ولا بناكل مع بعض ولا زي ما بيحصل في المكاتب التانية. فهل ده كده يبقى حرام؟ حاضر. هل ده فعلا اختلاط زي الاختلاط التاني؟ حاضر. السؤال واضح يا امة الله. حاضر. اسال الله عز وجل لنا ولكم التيسير، جزاكم الله خيرا. بس ممكن واحد يبيع حاجات مثلا زي الميكروجيب والحاجات اللي هي بتخرج بها بعض النساء وما نشاهده في الطرقات، هدى الله نساءنا جميعا، أسأل الله أن يهدي الرجال ويرزقهم الغيرة على أعراضهن على أعراضهم، اللهم أمين يا رب العالمين. ممكن تبقى زريعة يقول لك ما فيش حاجة اسمها بقى في البيع والشراء، أنا خلاص الحرام على المستخدمة أو على المستخدم وأنا مالي. لما قلت يا شيخ في الإجابة، إذا تيقن البائع أن المستهلك سيستخدمه في الحرام لا يجوز له. المشكلة في اليقين. أما إذا كان هناك عدم معرفة باستخدامها فالأصل الحل والإثم على المستخدم. تمام. الإثم على المستخدم. أمة الله المتصلة الأخيرة تقول امرأة تزوج عليها زوجها، وهل من حقها أن تطلب هذه المرأة التي فعل زوجها هذا الطلاق لأنها لا تعلم هل سيعدل أم لا؟ عندنا حالتان. سريعا شيخ عشان معي سؤال. إذا اشترطت الزوجة في عقد الزواج الأول أنه لا يجوز للزوج أن يتزوج عليها، في هذا تطلب الطلاق وتأخذ كامل حقوقها الشرعية. إذا اشترطت في عقد الزواج ألا يتزوج عليها وقد وافق هو على الشرط، عند ذلك إذا تزوج عليها أخلى بالشرط تأخذ الكامل الحقوق. الحالة الثانية ألا تشترط عليه، في هذه الحالة هو بارز حقه الشرعي وأفعل شيئا حله الله له ولم يأتي بحرام. عند طلب الطلاق في هذه الحالة تأسم المرأة إن لم يكن هناك مبرر للطلاق وتتنازل عن كامل حقوقها، لأن هذا خلع، لأنها لم ترى هل سيعدل أم لا يعدل. إنما إن عدل تطلب الطلاق للضرر لعدم العدل. إنما في أول مطاف، وفلسفة تعدد النساء عندنا في مصر تحتاج إلى إعادة نظر، لأن شعار المرأة المصرية كما تعلم أنا زي الفريق ما بحب الشريك، ثقافة أوروبية بحتة وليست لها ولا علاقة لها بالشريعة الإسلامية على الإطلاق. وربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. في شبه الجزيرة يعد زواج الرجل من امرأة واحدة مذمة في الرجل وليس في المرأة. مولانا موضوع التعدد موضوع يدور مع الأحكام الشرعية الخمسة. نعم. وبين الحل والإباحة والكراهية والاستحباب والوجوب. نعم.
فهو أمر يختلف من امرأة إلى أخرى ومن رجل إلى آخر، ولكن يعني لو فعل أنا أرى لا تطلب الطلاق ما دام وعد بالعدل، وأسأل الله عز وجل الهداية لنا جميعا. نعم. سألت سؤال آخر، حكم عملها، هي تعمل عمل إداري في غرفة، نساء في غرفة ورجال في غرفة، ولكن أحيانا في تبادل ورق بعض الأوراق بعض المستندات، هل هذا يعد من الاختلاط المحرم؟ هو طبعا لا يعد من الاختلاط وجهة نظري، سأقول الدليل. نعم. إنما عمل المرأة في وقتنا يحيطه الأخطار، تحيطه الفتن، ربما تكون في حاجة لسه أتكلم. إذا خرجت لحاجة هذا هو الجواب. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ الكبير. فحينما خرج أو خرجت هاتان الفتاتان وسقط الغنم وخاطبت يوسف عليه السلام وكلمهم يوسف، هذا ضرورة لا شك في هذا. فاختلاطك بالرجال لورقة وكذا وكذا ليس من باب الاختلاط، يعني هذا ليس، عشان يبقى الإجابة بين قوسين، هذا ليس من الاختلاط المحرم لا شك، لأن هذه ضرورة تعامل. تمام تمام، عظيم. تسأل وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم جلوس المرأة المنتقبة والغير منتقبة مع إخوان زوجها مع وجود الزوج وأبويه وأخواته في أوقات الطعام وغيرها؟ وأرجو منكم التحدث عن حكم الاختلاط في الإسلام، وفي أي وقت يجوز ذلك، وجزاكم الله خيرا. هذا مما عمت به البلوى في مجتمعنا الاستهتار. الواجب الشرعي أن يكون النساء مجلس والرجال مجلس، فإن اختلاط النساء بالرجال يترتب عليه الفتن الكثيرة، وقد يصل الأمر إلى زنا محارم في بعض الحالات، وإن لله وإن إليه راجعون. فالأصل أن المرأة: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالأصل أختي الفاضلة أن يكون النساء مجلس وللرجال مجلس. أما أن تجلس النساء مع الرجال ويطلع الرجال على عورات النساء وتنظر النساء للرجال، هذه مجال فتنة وباب سد الذرائع في الفقه الإسلامي معروف عندنا. ولذلك أقول يجب أن نعظم الشعائر وأن نحترم الشرع، ولا نسمع لكلام هؤلاء المترفين. يمكن تكون هي عايشة في بيت كما يسمى في بيت عائلة، يعني الأمر يعني هي تعيش في زي اللي بيعيش في دوار أو في دار، يعني تجد لكل زوج ومع زوجته غرفة، وفي كبير للعيلة العائلة الأب والأم وهكذا، أخو وفي دوار. ما هو أخو الزوج يجلس مع زوجة أخيه، وزوجة الأخ ليست محرمة على الأخ الثاني، وإنما انطلقها الأول لتزوجها الثاني، ولحظة الفتن الكثيرة سمعنا بها صحيح ونسمع بها ليل نهار. دعونا من هذا الاستهتار الفوضوي في حياتنا. أقول الشرع أمرنا بسد الذرائع، فقال لا تقربوا الزنا، ولم يقل لا تزنوا، إنما قال لا تقربوا، من باب أنني المصافحة، الاختلاط، السفر بلا محرم، التعطر، التبرج، الغناء، وسائل المؤدية إلى هذه الفاحشة أغلقها الإسلام. ولذا أقول يجب أن نعظم الشعائر وأن نحترم حدود الله تبارك وتعالى. المرأة في مكانها، يعني المرأة تأكل مع النساء والرجال يأكلون مع الرجال وهكذا، يبقى حتى في ضوابط شرعية. تمام. ولا تخرج إلا بحجاب بالضبط وهكذا. بالضبط. الوقت معك انتهى. فضيلة الشيخ أسامة سليمان، جزاكم الله خيرا دكتور، ونفع الله بكم، صلى الله عز وجل لنا ولكم التيسير. مشاهدينا الكرام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أراكم إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية غدا قبل الآن بساعة من الزمان تقريبا. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فاسألوا